اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال ومتابعيها في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا يلا نعيش. النهارده موضوع حلقتنا يعني حصري طبعا موجود، علامه موجوده حاليا في بلدنا، اللي هو هنتكلم عنه اللي هو بطوله افريقيا وعن اداء منتخب مصر، وهل اداء منتخب مصر مرتبط بوجود واسلوب جمهوره ولا لا، وده اللي هنناقشه باستفاضه مع ضيوفنا اللي منورينا في قناه الصحه والجمال. مهندس اسامه يوسف، كابتن اسامه يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي 6 اكتوبر، اهلا بيك يا فندم. مهندس احمد حموده، نائب رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، اهلا بيكم، وبعتذر طبعا عن اللخبطه بس اللي حصلت في الاول، نورتونا وشرفتونا. طبعا احنا النهارده عايزين نتكلم عن حدث مهم جدا موجود في جمهوريه مصر العربيه، وده يعني كان المفروض ان هو مش هيكون في بلدنا، كان هيكون في المغرب، واحنا نظمناه في خلال فتره قليله جدا وهي فتره 6 شهور، والحمد لله قمنا بتنظيمه على اكمل وجه، وكانت حاجه مشرفه لبلدنا. فهل حضرتك شايف ان تنظيم بطوله زي بطوله افريقيا في بلدنا هنا ده ايجابياته علينا ايه وسلبياتها ايه؟ بص حضرتك، تنظيم بطوله افريقيا زي ما حضرتك اشرت في الاول ان هو جه في وقت ضيق جدا جدا. طيب، اول ايجابيه ان هو ظهر بالمستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده في حد ذاته ايجابيه. ليه؟ في الوقت الضيق ده ان يظهر بالمستوى ده معنى كده ان في مجهود بذل، ان احنا هنا كمصريين عندنا استطاعه وقدره ان احنا نقدر نعمل الحاجه ونعملها صح ونعملها بجوده وكفاءه عاليه جدا. النقطه كلها ان احنا نقدر نرتب الورق مظبوط. صح. تمام؟ فاللي حصل ان لما اسندت مهمه تنظيم كاس الامم الافريقيه لمصر، أسندت لمجموعة من القيادات ومجموعة من المختصين من المتخصصين، ودي نقطة مهمة جدا، المتخصصين، لأن النقطة دي كانت مفقودة في بعض الأوقات في مصر، كان ممكن يبقى فيها مجاملات، بيبقى فيها يعني مش عايزين نتطرق للموضوع ده بالزبط. لكن هي أسندت للمتخصصين، فالحمد لله ظهرت بمستوى يليق بمصر، ودي بداية. أنا شايف إن هي دي هتبقى بداية إن شاء الله لحاجات تانية كتير جدا. يعني نجحنا إن شاء الله في البطولة دي، هتبقى بداية إن إحنا نعمل إيفنت واثنين وثلاثة وعشرة إن شاء الله في قريب جدا بإذن الله. يعني إحنا نقدر ننظم بطولة أكبر من بطولة أمم أفريقيا، ممكن ننظم بطولة زي بطولة كأس العالم. بص حضرتك، النهاردة لما أنا باجي أدي لحضرتك ميشن في وقت ضيق، وحضرتك تقدري تحققيه وتنجحي فيه ويظهر بمستوى لائق، ده معناه ان انا عندي الكفاءات اللي تقدر تعمل اكثر منه، وعندي القدره ان انا اعمل احسن من كده، عندي القدره ان انا اعمل احسن من كده بكتير. الفكره بمنتهى البساطه، اديني الامكانيات. بمعنى ايه؟ احنا طبعا خدنا تجربه كاس العالم 2010، كلنا فاكرين اللي حصل فيها. يعني اكيد طبعا كانت المشكله مش في عملية ان احنا نقدر او ما نقدرش، كانت المشكلة ازاي نوصل صوتنا ونوصل امكانياتنا للعالم الخارجي عشان نقدر احنا نستضيف البطولة دي. صح. هي بقى دي النقطة اللي اتعلمناها كويس قوي، وعرفنا كويس قوي ازاي نقدر عملية الكوميونيكيشن او التواصل، ازاي نقدر نوصل. انا كنت لسه هقول لحضرتك ده برضو ليه علاقة بالعلاقات، ان احنا في علاقات بيننا وبين الدول عشان نقدر بالزبط نعمل بطولة زي دي. بالظبط. واعتقد ان احنا كمصر بقى، مش كرياضه بس، كمصر دلوقتي بدانا وحطينا رجلينا بقوه في الحته دي، احنا قدرنا نوصل صوتنا، وادي دلوقتي بنوصل امكانياتنا وقدراتنا. وقريب قوي هنوصل ان احنا نقدر نعمل ان شاء الله بطوله زي بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني سلبيات بقى بطولة أفريقيا، احنا اتكلمنا عن الإيجابيات ورد فعلها على بلدنا وعلى جمهورنا احنا عايزين نعرف سلبيات بطولة أفريقيا. أنا بس قبل ما أخش في موضوع السلبيات هتكلم عن إيجابية مهمة قوي. اتفضلي. الجمهور المصري. الجمهور المصري هو أكبر إيجابية كانت موجودة في البطولة دي. لأن أداؤه اتغير جدا عن زمان بكتير وعن الفترات اللي فاتت عموما يعني. تماما. يعني بص حضرتك، سلوكيات، المظهر، الشكل، لأ الجمهور المصري مدي انطباع مغاير تماما لما سبق. فعلا الحمد لله. يبقى ده هيرجعنا لنقطه ايه؟ ان مجرد بس حط اديني الامكانيات. صح. وهتلاقي فعلا هو ده، هم دول، ده الشعب المصري ما بيتغيرش.
بس هو شاب طيب، بس هو يعني قوه الاندفاع عنده صعبه بس شويه. لكن فدي دي من اهم الايجابيات. موضوع السلبيات، مستوى المنتخب ده لسه هندخل فيه، يعني لسه هنتكلم فيه ان يعني مستوى المنتخب صعب جدا. يعني ده هنتكلم فيه زي ما حضرتك قلتي. ولكن خلينا اقول هل في سلبيات اخرى؟ انا شايف حته برضو صغيره برضو. هرجع بقى للجمهور المصري. في مباريات مصر بنلاقي الاستاد مليان والتذاكر كلها فول بوكت، في المباريات الثانيه للفرق الاخرى بنلاقي الاستاد فاضي. ده مش كويس. انا مش عايز ادي انطباع ان يا جماعه انا منظم بطوله افريقيا عشان احضر مباريات منتخب مصر. صح. لا، دي بطوله، ده ايفنت كبير، لازم احضر كل المباريات، لازم احضر كل المباريات اللي في البطوله دي، حتى يعني بالزبط. دي عشان في بلدنا ودي واجهه كويسه لينا يعني كمان. انا كمان هصدر في المشهد. لا، احنا بنغير فكرنا، احنا داخلين في, في, في 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 نظام جديد، ان احنا بنحب ان احنا نحضر ونشوف ونخرج، وتبقى الكرة القدم سهرة متعة وسهرة عائلية وخروج عائلية، بدل ما بنروح نقعد، لا بنروح نحضر ماتش في الاستاد، بنغير الفكر ده كله. صح. هي دي يمكن من ضمن السلبيات بس اللي انا لاحظتها، ان يعني هم بيروحوا ماتشات المنتخب بس. بس صح. ده مش حلو. ده مش حلو. مش حلو في حقنا يعني. بالظبط. يعني لما الاستاد يطلع، ان احنا بلدنا هي اللي منظمه البطوله، فلازم نحضر كل الماتشات. لا، ونبدا نعود حتى اولادنا من وهم صغيرين. صح. احنا رايحين سهره كرويه، رايحين نتفرج على ماتش، هنقعد وهن في الاستاد وهناكل وهنشرب وهننضف ورانا كل دي حاجات. لو احنا بدانا من دلوقتي احنا وكمان النظافه كمان، لان طبعا بعد الماتشات بيحصل حاجات غريبه جدا، فهنتمنى انها ما تحصلش. يعني في البطوله دي، ما انا بقول لحضرتك في البطوله دي الوضع مختلف تماما. بصراحه فعلا مصدرين، ويا رب دايما يفضلوا على طول كده، مش في البطولات بس، حتى في الماتشات العاديه بعد كده في بلدنا، يعني في اي ماتش في اي نادي او بين اي نادي، لازم يبقى في التزام بالنظافه وبالطريقه اللائقه ان هو قاعد بيتفرج على ماتش. يعني بالظبط. يعني انا بقول لحضرتك احنا مصدرين مش المصريين، لا احنا مصدرين للعالم كله مشهد ان فعلا الجمهور المصري لا يعني حاجه محترمه وحاجه ممتازه. يعني الله اكبر عليك. الحمد لله. عايزين نحسده بقى. الحمد لله. كابتن اسامه، اروح لك بقى في النقطه اللي هي بتاعه اداء منتخب مصر في الثلاث مباريات اللي فاتت. وهل انت يعني شايف ان اداء منتخب مصر ده يعني كويس، ولا زي ما بيقولوا ده ماشي ببركه دعاء الوالدين؟ المحصلة والنتيجة؟ المحصلة والنتيجة ماشي، ان احنا بنكسب العلامة الكاملة 9 نقط في 3 مباريات. تمام. وصلنا دور 16 واحنا عندنا 9 نقط. كويس. يمكن أول بطولة نجمع فيها 9 نقط في الدور الأول. المشكلة كلها اللي حضرتك بتتكلم عليها حتة الأداء. الأداء ده احنا يمكن لعبنا بطولات خارج مصر وخدناها. البطولات اللي لعبناها خارج مصر وخدناها، احنا ما كانش علينا ضغوط في البطولات دي. لما بنلعب خارج ملعبنا، بنلعب على جمهور غريب، بنلعب في بلد غريب، تركيز اللعيبه بيبقى اكتر بكتير ما بنكون بنلعب في مصر. يعني حضرتك شايف ان في ضغوط على اللعيبه؟ طبعا في ضغوط. الجمهور المصري ده اللي هو مستني منهم البطوله، والجمهور المصري مش هيقبل اي شيء غير ان نشيل الكاس في الاخر. لكن احنا لو ما خدناش الكاس بقى في قصور، وبقى في سلبيات، وبقى في يعني تداعيات كتيره جدا للموضوع ده. تمام. فبالتالي النهارده حضرتك قلت ايجابيات وسلبيات. الايجابيات اولا رجوع الجمهور للمدرجات. تمام. احنا بقى لنا فتره كبيره جدا بنلعب مباريات الدوري من غير جمهور، ماتشاتنا المدرجات فاضيه. المدرج الفاضي ده، المدرج كان هو اللي بيحاسب اللعيب، هو اللي كان بيحاسب المدرب، هو اللي كان بيحاسب اداره النادي. تمام. ليه؟ انفعالات الجمهور ومردودهم داخل الملعب هو اللي بيقوم وبيصوب اداء اللعيبه داخل الملعب واداء المدربين. اصبح مفيش جمهور. تمام. فاصبح دلوقتي الدافع القوي اللي هو بيقاوم اللعيب ده مش موجود. الحاجه الثانيه والاهم، الحكم اللي بينزل يحكم في الملعب كان بيحكم الجمهور ده بالي الاستاد، فكان بيقدر يدير ماتش وبيتحمل الضغوط دي. اصبحنا الحكم بينزل الملعب في استاد فاضي وعليه ضغوط كبيره جدا من رؤساء الانديه ومن الناس اللي بتتكلم أكيد. ومن الناس اللي بتقول. فدي كانت ايجابيه كبيره جدا ان الجمهور يرجع المدرجات تاني، على اساس انه رجع الروح للملاعب. تمام. احنا ملاعبنا كبيره وملاعبنا كويسه وكل حاجه، من غير جمهور ما فيش كوره. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان المنتخب بتاعنا دايما في الماتشات اللي في البطولات اللي لعبناها خارج مصر كان بيأدي اداء افضل من ما بيلعب في مصر. وفي نفس الوقت احنا طالبين حاجات كتيره جدا. يعني هنقول ايه؟ نعكس الموضوع. طب المنتخب بتاعنا ما حققش ال9 بونت، المنتخب بتاعنا ما طلعش الدور الثاني، ما طلعش دور ال16، خرج من الدور الاول وادى اداء جميل جدا في كل المباريات. تمام. كانت النتيجه هتكون ايه؟ 0.
صح الكلام؟ اذا احنا النهارده بنقول ايه؟ ناخد الجانب الكويس والايجابيه اللي موجوده. احنا صعدنا للدور الثاني بتسع نقاط، كسبنا باقل مجهود. كسبنا باداء ممكن يكون اداء فاتر، اداء باهت. بالظبط. لكن في النهايه اتحقق الهدف المرجو من المباراه، ان انا اخد ثلاث نقاط. يعني حضرتك شايف ان المنتخب مصر عليه ضغط عصبي من طبعا الجمهور، لان هو مش مطلوب منه غير حاجه واحده، ان ياخد البطوله. هقول على نقطه ثانيه يمكن ما حدش بيفكر فيها خالص. احنا كنا بناخد بطوله افريقيا في الفترات السابقه، المنتخب بتاعنا كان كله لعيبه محليين. تمام؟ صح فعلا. وكان كل الدول الافريقيه لعيبه دوليين. لعيبه بيلعبوا في محترفين في الخارج في اوروبا. فكان القوام بتاع منتخب اي دوله 22 لاعب محترفين في اوروبا. تمام؟ تركيز اللاعب الافريقي، تركيز اللاعب الافريقي عامه بيبقى دايما على تصفيات كاس العالم وكاس العالم. لان هو ده المكان او الـ او الـ او الـ الهدف اللي هو عايز يوصل له عشان يتسوق وعشان يعمل بالزبط. رقم. بالظبط. لكن كاس الامم الافريقيه بالنسبه له بتيجي في مرحله ثانيه. فدايما كانوا الافارقه في الفتره دي ما بيركزوش، اللعيبه المحترفين ما بيركزوش في كاس الامم الافريقيه اكتر. احنا عشان كان عندنا اللعيبه محليين مش دوليين، فكان تركيزنا اكبر بكتير على البطوله دي. فكنا دايما نتفوق عليهم. تمام؟ تمام. اصبح دلوقتي احنا عندنا كم محترف في منتخب مصر؟ مش كتير. يعني حضرتك احسبيهم كده المحترفين اللي موجودين؟ اللي بره مصر. حجازي ومحمدي. حجازي ومحمدي ومحمد نني صلاح. محمد نني. صلاح. ورده. ورده وتريزيجيه. تمام. أيوة. علي غزال. علي غزال يعني عدد كبير يعني جدا محترف دلوقتي بره. فاصبح دلوقتي احنا ايه؟ اتطبعنا شويه بالطبع الافريقي. بس عندنا لعيبه محترفين. بس انا حاسه ان اللي متطبع اكتر محمد صلاح. لا هو محمد يعني صلاح حاله، محمد صلاح عامل حاله يعني في مصر وحاله بره مصر. تمام. الحاله اللي عملها محمد صلاح دي احنا كلنا بنتمنى ان يبقى عندنا 11 لعيب زي محمد صلاح. لكن النهارده محمد صلاح مش لوحده، محمد صلاح هنيجي نقول ايه؟ محمد صلاح في ليفربول هداف الدوري الانجليزي. محمد صلاح في مصر بيلعب مع المنتخب المصري ممكن يبقى نسبه تهديفه قليله كتير جدا عن لما بيلعب مع ليفربول. السبب الرئيسي ان احنا عندنا ليفربول بتلعب مع صلاح على انه اشتغل على مرحله واحده، مرحله انه يحرز هدف. يعني الكره بتوصل له في بوزيشن معين انه يحرز منه هدف او يصنع منه هدف. بالظبط. لكن احنا في مصر بنخلي صلاح يعدي بثلاث مراحل، انه ينزل يستلم الكوره ويحاول يعدي من المدافع ويحاول يجيب الهدف. يعني هو بيمر بثلاث مراحل، نسبه تهديفه قل بره. اه بالظبط فعلا. يعني حضرتك لو ركزتي في الاداء ده، ايوه الماتشات الثلاث ماتشات اللي فاتوا ان هو يعني عشان يوصل للكوره وياخدها ويجيب الجون هو اللي بيلعب الناس مش الناس اللي بتلعبه. بالظبط. وكلهم معتمدين عليه وفي نفس الوقت هو بيمر بثلاث مراحل كتير عليه وكتير جدا. ممكن تقول ان صلاح ايه اداؤه؟ بيستخلص كوره واحده ممكن يجيب منها هدف وبيضيع فرص كتيره جدا. اه بالظبط. الماتش اللي فات ضيع فرص كتير وجاب جول، اللي قبليه نفس الموضوع ما جابش ولا جول. بالظبط. نقدر نقول ايه؟ ان كل الحاجات دي لما بتيجي تتجمع في وقت واحد هنيجي نقول ايه؟ ان فتره اعداد المنتخب لكاس الامم الافريقيه ما كانتش فتره كبيره برضو بالمقارنه بالبطولات اللي قبل كده، كانت فترات الاعداد اكبر بكتير. اللعيبه المحترفين جم انضموا للمنتخب في وقت صغير، في حته التجانس وان هم يدوبوا مع بعض في الملعب عشان يقدوا اداء متكامل دي برضو مش وارده لان الوقت كان ضيق. تمام. هنيجي نقول المباراتين الوديتين اللي لعبهم المنتخب قبل البطوله التشكيل ما كانش تشكيل ثابت عشان نقدر نقول. يعني كنت عايز اكلم حضرتك بقى، التشكيل ليه علاقه بسوء اداء منتخب مصر؟ طبعا. ما هو النهارده حضرتك يا اختيارات. اختيارات الرجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. في المكان المناسب. فانا النهارده لما بختار رجل يعني رجل مناسب في مكان مش مناسب ما بيقدرش يأدي. صح. لكن فلازم هي منظومه متكامله. فاذا انا النهارده انا عندي خيارات وبدائل المفروض ان انا بختارها. احساس المدير الفني للمنتخب المصري ان كل اللعيبه اللي معاه جاهزه، فهو من وجهه نظره اي تشكيل هيلعب بيه ممكن يعدي بيه لبر الامان. في نفس الوقت ان اللعيبه دي بتادي الاداء اللي المفروض ان هي تاديه. خدت بال حضرتك ان انا في النهايه نكسب، اكسب باقل مجهود. انا مش عايز ابذل مجهود كبير، انا لسه عندي ماتشات ثانيه، لسه عندي دور 16 وبعدين دور 8 وبعدين قبل نهائي ونهائي. ما انا لسه هنتكلم فيه في تدرج في القصه دي. فبالتالي النهارده انا مش مطالب ان انا في بدايه الثلاث ماتشات يعني اكشف كل ورقي او اعمل ارمي كل اوراقي في الملعب وخلاص. يعني هنستخلص الموضوع ان حضرتك راضي عن اداء المنتخب في المرحله الاولى دي. حقق الهدف. مش حقق يعني راضي انه حقق الهدف بس. يعني احنا هنا النتيجه النهائيه حقق الهدف. طيب مساعده دور ال 16. طيب مهندس احمد دلوقتي بالنسبه لمقابله منتخب مصر في المجموعه الثالثه والرابعه والخامسه حضرتك شايفه ايه؟
هو طبعا كابتن اسامه طبعا متخصص شويه في الكوره، أيوة فبيتكلم يعني، من هرجع له تاني برضه يعني من منطلق التخصص الكروي، لكن انا بتكلم من منطلق ان انا مشجع مصري. انت مشجع، انت مشاهد دلوقتي وبتتفرج على اداء منتخب مصر، مش متخصص في كره القدم. ويمكن هطلع برضو في الحته دي، ان هي دي الميزه اللي من ضمن برضو ايجابيات الدوره اللي احنا قلناها في الاول، ان ممكن يكون في اداره بس بالزبط. الجأت المهمه لمتخصصين بالظبط، هي دي من ضمن الاجابات. فانا كمشاهد مصري لا، انا شايف ان المنتخب بدنيا خلال الثلاث ماتشات اللي فاتت وخصوصا الماتش الاخير لا يعني هو فعلا ربنا كرمه ان هو قدر يفوز يعني الماتش ده بصراحه، يعني بيلعبوا بخطه بركه دعاء الوالدين. اهم حاجه النتيجه برضو في الاخر. ما هو في فرق بقى بين ايه، فتره الدور الاول المسافه بين نهايه مباراه الدور الاول ومباراه الدور ال 16 في كام يوم؟ حوالي اسبوع. اسبوع ده يحصل فيهم بقى ساعات شفه تاني للعيبه، تمام، هيمروا بمراحل تانيه، هيبقى في امور تانيه واستعداد وتجهيز للايه؟ مباراة دور ال 16، الوضع يختلف. هو الباشمهندس احمد طبعا اتكلم في جزئيه مهمه جدا، هي اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه لان فرق زي ما قلت لحضرتك نهايه الموسم مع بعض اللاعبين في المنتخب وخاصه محمد صلاح كانت الفرق صغير جدا بين انه ينهي الموسم بتاعه وينضم للمنتخب. صح. فبرضه في حاله ارهاق، ما نقدرش ننكر ده. والارهاق الاكثر زي ما قلت لحضرتك ان كله بيحمل صلاح عبء المنتخب انه لازم يكسب. بالظبط. فممكن التركيز كله عليه، فبرضه الحته دي يعني العامل البدني مأثر على مجموعه من اللعيبه اللي نهت الدوريات بتاعتهم. هم دلوقتي كمان مركزين على محمد صلاح وتريزيجيه. بالظبط. يعني هي دي النقطه يا كابتن، ان القصه مش ان محمد، يعني لما نبص للمنتخب كمجموعه لاعبين سواء المحليين او الدوليين، لا هتحس ان هم كلهم عندهم حاله من الارهاق. هم مرهقين. يعني لو قعدنا نتفرج على 90 دقيقه لا بيجروا، لا بيتعبوا يعني، تعبانين، ما عندهمش الروح يعني اللي هي يعني الماتش اللي هو بتاع الكونغو، انا كنت حاسه ان هم يعني انا كمشاهده كنت حاسه ان الماتش ممل، ما فيهوش الروح اللي هو اللي هو بالظبط. حتى يعني الموضوع ده من كوبر لما اشتغلنا على كاس العالم وطلعنا كاس العالم، اعتقد ان نفس السيستم ان هو ايه، دي امكانيات اللاعب المصري ان هو ما بيقدرش يجري كتير، ما بيقع بدنيا في 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 الثلث الاخراني او في النص بالزبط. الاخراني. فكنا دايما بننتقد كوبر، انت ما بتهاجمش ليه، ما بتلعبش ليه، لكن ما اعرفش هل دي بقى ظاهره دي تخص المنتخب المصري عامه ولا هي تخص المدرب. اقول لحضرتك حاجه، هنيجي بقى في الحته الفنيه. هكتور كوبر بقى كان مدير فني، عارف امكانيات لعيبته وعارف امكانياته، وهو راجل بيقول انا طرق لعبي او خطط لعبي دفاعيه. فكان بيلعب بطرق دفاعيه، الطرق الدفاعيه دي كانت ممله وكانت ما بتوصلناش يعني احنا ما بنحسش احنا بنلعب كوره او ما بنوصلش لمرمى الخصم، لكن في النهايه بيبقى النتيجه في صالحنا. نسبه تهديفنا كانت قليله جدا مع كوبر. تمام. لكن هو ده سيستم لعبه، هو الراجل جاي بطريقه لعب او مبرمج نفسه على الوضع ده. فاحنا كلنا ما كناش قابلين القصه دي، لانه كان بيلعب ب 11 لعيب، وحضرتك لما نلاقي لعيب بيسخن يبقى عارفين مين اللي خارج من الملعب، ده هيخرج وده هينزل. هو خلاص هو بيلعب بايه؟ ب 14 لعيب، ثلاثه البدلاء معروف مين الثلاثه البدلاء اللي هينزلوا، وهينزلوا مكان مين. لكن مع جيري دلوقتي حاليا هتقدري تقولي ايه؟ احنا مش عارفين اذا كنا يعني بندافع عن ايه؟ كلام الكابتن اسامه بيقول ان هو نفس الخطه ونفس الطريقه. لا هو مش نفس الخطه ونفس، احنا بنوصل للجول وبنتحرك اكتر دلوقتي. او بنوصل للجول اكتر. لكن هنقدر نقول يعني بقى الوصول للجول بتاعنا برضو اكتر. بالظبط. يعني احنا بنوصل للجول اكتر، بس الوصول للجول بتاعنا اكتر. لان النهارده المفروض ان انا لما بلعب بطريقه لعب او بخطه لعب متوازنه بين الهجوم والدفاع. ولما لما افقد الكوره واتحول من الهجوم للدفاع، المفترض ان انا بيبقى فيه يعني خطوات انا بتبعها على اساس ان انا اعمل تغطيات وامن المرمى بتاعي ان ما توصلوش الكوره. لكن احنا برضو الحته دي عندنا فيها قصور. يعني احنا عندنا قصور في خط الدفاع، عندنا قصور في المهام الدفاعيه للفريق كله. تمام. بمعنى ان ايام كوبر كانت الكوره بتقف في نص الملعب، ما كانتش بتوصل لنا، هو كان عامل تكتل دفاعي في نص الملعب، عامل زياده عدديه كبيره جدا، ما كانش فيه اختراقات، فكان دايما الفرقه تلعب على الاطراف، وعلى الاطراف كانت دايما الكور كانت بتبقى مقطوعه. تمام. لكن احنا حاليا دلوقتي احنا بنوصل للمرمى، بس احنا لما بنفقد الكوره قدراتنا الدفاعيه ما بتوصلناش ان احنا نقطع الكوره او نستخلصها بدري، ممكن توصل في منطقه الجزاء بتاعتنا او في التلت الدفاعي بتاعنا. تمام. فدايما بيبقى فده خطر.
دايما بيبقى فيه تهديد للمرمى. هنيجي نقول ان في توفيق ان حارس المرمى انقذ كرات كبيره جدا. طب ما احنا لما نيجي نحسب ماتش زيمبابوي الاولاني حارس المرمى انقذ كور كتير جدا مننا ان هي تطلع. هو دور حارس المرمى ايه؟ وجوده عشان هو يصحح اخطاء جميع اللاعبين صح فعلا، لما كلهم بيصبوا عند حارس المرمى بالظبط كده بالظبط، هو اخر مدافع واول مهاجم. فبالتالي النهارده اي لو هو عمل الحاجات دي ما ده دوره انه يعمل كده. يعني هو متالق وقام بدور كبير، ما هو دوره انه يمنع ان الكوره تدخل يعني تدخل مرماه. لكن هو لو ما عملش كده هو ده اللي يبقى الحاجه الغريب. فدايما نقول ايه ده الجول انقذنا. طب ما هو لازم يبقى عندنا حارس مرمى قوي. ما هو المفروض ان يبقى في اخطاء، ما هي كره القدم متعتها في الاخطاء. لو كل واحد النهارده بيعمل اداؤه السليم وصح ومفيش خطا مفيش متعه اكيد طبعا، مفيش اثاره. فبالتالي النهارده ايه الاخطاء جزء من متعه كره القدم. فبرضه عايزين نقول ان احنا مش لازم على طول نبقى كويسين ومش لازم على طول نبقى بنادي اداء افضل ومش لازم على طول نبقى وحشين. يعني في كده وفي كده. لكن احنا بنقول شكل اداء منتخبنا مش مرضي بالنسبه لنا، مش مرضي كاداء وكمتعه، لكن كنتيجه مرضي جدا. انا كراجل في المجال مرضي جدا اخد 3 بونت، تاخد 3 بونت مباراه في 3 مباريات 9 بونت واطلع بالعلامه الكامله لدور ال 16. دي بالنسبه لي انجاز. طب كابتن اسامه، حضرتك شايف يعني دور المنتخب في المجموعه الثالثه والرابعه والخامسه اداؤه تفتكر هيتغير؟ لازم هيتغير. بصي اقول لحضرتك حاجه، انا دايما ايه دايما انا هتكلم عن نفسي كمدرب مثلا، رئيس نفسي بمدرب. انا عندي ماتش النهارده بلعب مع فرقه، فالفرقه دي عندها يعني اسلوب لعب وطريقه لعب ولاعيبه مميزين ومفاتيح لعب وكل الكلام ده. فانا بسستم شغلي كله على الفرق اللي هلاعبها، فبالتالي انا لازم يبقى ادائي متغير من مباراه لمباراه. مباريات الدور الاول دايما فيها تصنيف، حضرتك لما تيجي تحسب في تصنيف A وB وC وD، التصنيفات دي مستويات. التصنيف A ده بيبقى مستوى اعلى، تصنيف B مستوى اقل، تصنيف C تصنيف D، كل دي تصنيفات. فالنهارده المجموعه فيها كوكتيل من الفرق اللي ايه؟ اللي موجوده. فاللي بيطلع دور ال 16 من التصنيفات البي والدي عدد قليل، لكن في المنطقي ان الاي والبي هم اللي بيصعدوا فين؟ الاول والثاني دور ال 16. اللي بيطلع في التصنيفات دي 4 فرق اللي هم المستوى الثالث اللي هيطلعوا. فبالتالي النهارده ايه؟ القوه بتختلف او انا شغلي بيختلف. انا النهارده بيبقى عندي تركيز على حاجه معينه فبشتغلها بنسبه معينه عشان اعديها. لكن انا محتاج باور اكتر الفتره اللي جايه عشان اعدي المرحله اللي بعد كده. صح. فبالتالي انا هشتغل اداء هيبقى افضل، هيبقى احسن، هتعامل مع المنتخب اللي قبله بالمجموعات اللي قبله ايا كان هو مين. هتعامل معاه بفكر ان انا لازم ابقى الاقوى عشان اتغلب عليه. صح. فلازم يبقى في تغير في الاداء ده يعني بالنسبه احنا نتمنى جيه. ذلك يا كابتن. لا ان شاء الله بجد. اقول لحضرتك يعني ان شاء الله احنا طبعا كلنا عايزين في الاخر ان منتخب مصر ياخد البطوله اكيد، بس طبعاً. لازم الاداء يعني حتى يبقى في حاله استمتاع واحنا قاعدين بنتفرج، مش نقول ايه والله ده كان المفروض الكونغو هي اللي تكسب. يعني احنا يعني انا سمعتها بقعد اتفرج على الثلاث ماتشات اللي فاتوا يقول لك ايه والله الفريده اللي كان المفروض يكسب مش احنا والله بس احنا مبسوطين ان احنا يعني ده راي المشاهد. ما هي دي الفكره. بص حضرتك النهارده لو حضرتك رجعنا لكاس الامم الافريقيه 2000 واخر كاس الامم الافريقيه نهائي كان 2000 و كان 2006 2010 كاس الامم الافريقيه كان 2010. لا كان في روح مختلفه خالص، ورغم ان احنا زي ما حضرتك كنت بتقول ان احنا كنا بنلعب بره مصر. لا كان في اداء، كان في حاله ثقه ان المنتخب هيقدر يعمل حاجه بالظبط. كان في شكل، وهو طبعا نفس المجموعه 2006 و2008 و2010 مجموعه اللعيبه كان تقريبا الجيل ده حضرتك الجيل ده اللي هو كان تقريبا بالظبط. الجيل ده بدا مع كابتن جوهري ونهى مع كابتن حسن شحاته بثلاث بطولات بالظبط. فالجيل ده طب ما نيجي نقيس، طب ما احنا نقيس المستويات بقى. لو جينا قيسنا الجيل ده بمجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده، هل مستوياته قدراته وامكانيات اللعيبه اللي كانت موجوده لحد 2010 في المنتخب تتقاس بامكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي؟ لا. هل الفترة الزمنية اللي عاشوها مع بعض زي الفترة الزمنية اللي عاشها المنتخب ده مع بعض؟ لا طبعا. بس هي دي بقى الفروق اللي احنا بنقول ايه؟ ما وصلتش دول للمرحلة دي. يعني معلش انا اقول لحضرتك حاجة، كان ساعتها كابتن حسن شحاتة مع المنتخب ده هو 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 كان بيحتار يلعب مين في الملعب؟ عشان عنده مهارات كتيرة وعنده عنده لعيبة كتير. النهاردة احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في لعيبة موجودة ولعيبة بره. مثلا حضرتك الناس اختلفت مين يدخل المنتخب ومين ما يدخلش المنتخب، انما في وقتها ما كانش حد بيتكلم ان مين ما تضمش ومين يتضم. صح.
لان كان الجيل كله جيل واحد وجيل متكامل طلع مع بعضه، وكان تقريبا هيكل ثابت، كان هيكل ثابت. لكن احنا النهارده المجموعه دي برده مجموعه مختلفه، وزي ما قلت لحضرتك كانوا برده معظمهم محليين فكانوا متواجدين، فكان في فرصه لاقامه المعسكرات الطويله، صح. كان في فرصه لاقامه الماتشات الوديه كتير، لان هم موجودين دلوقتي تحت دلوقتي لا كل فيه معظم اللعيبه اللي بيلعبوا محترفين بره فما فيش معسكرات طويله، بينضم قبل المباراه 48 ساعه، صح. فبالتالي حته الانسجام والترابط دي بعيده شويه، وهي مش موجوده عندنا بس على فكره، هي موجوده في كل المنتخبات، بس احنا عشان حاسين بمنتخبنا يعني كل المنتخبات في كل الدول، يعني حضرتك لما تتابع استوديوهات التحليل بتاعه المباريات هتلاقي التونسي مش عاجبه منتخب تونس، والجزائري مش عاجبه منتخب الجزائر، والمغربي مش عاجبه منتخب المغرب، يعني كلنا واحنا عاجبنا منتخب مصر. فعايز اقول لحضرتك دي ظاهره، يعني ظاهره ثانيه خالص، يعني طبعا. يعني احنا بنتكلم بنقول ايه اللي بيحصل دلوقتي ده نتيجه حاجات كتير، لو اتكلمنا فيها حاجات كتير ما بتطلعش المردود اللي احنا أكيد. اللي يرضينا، لكن في اللي جاي انا شايف من وجهه نظري ان في اللي جاي هيبقى في افضل وهيبقى في احسن. طب اداء بقى حارس المرمى، حارس مرمى مين؟ الشناوي. اقول لحضرتك حاجه، اداء الشناوي اداؤه اتطور في الثلاث مباريات على فكره. يعني حضرتك انا شايفه ان الماتش اللي فات بصراحه هو كان أعلى. يعني سد كور كتيره جدا، الماتش الثاني كان اداؤه مهزوز نسبيا، الماتش الاولاني كان مهزوز جدا، الماتش الاولاني كان دخل في العارضه بصراحه، يعني كان وشه هيتشال خالص. ما انا بقول لحضرتك فالتطور لمستوى حارس المرمى ده نتيجه ان هو ايه، خلاص اكتسب ثقه المباريات، لعب ضد الجمهور ده، خلاص عايش بقى في مود البطوله. واحنا منتخبنا على فكره من ماتش لماتش هتلاقيه اما بيعيش في المود ده وفي الجمهور اللي موجود ده هتلاقي الموضوع اختلف تماما. احنا نتمنى ذلك، وهتبقى مبسوطه على فكره في الماتشات اللي جايه. انا مستنيه اهو. احنا لينا حديث تاني وحلقات، احنا لسه بنتكلم كتير. هي الفكره يعني زي ما كابتن اسامه بيتكلم من وجهه النظر الكرويه البحته. انا من وجهه بقى نظر المهندس احمد حلمي كمشاهد، ايه رايك في اداء حارس المرمى، وهل مين احسن لاعب في الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول؟ هو كمشاهد وكروي برضو. يعني هو كمشجع. لما نتكلم على زي ما اشار الكابتن اسامه كده تطور مستوى الشناوي، لا طبعا كل ماتش عن التاني. يعني لو كان الماتش الاخير ده كان هو اول ماتش في البطوله، لا كنا هنشوف حاجه تانية خالص يعني بحضرتك. لكن فعلا هو مستواه سنه بسنه، لا وصل دلوقتي تقريبا، يعني هو تعايش مع الاجواء خلاص يعني تاقلم اللي هو اكتسب الثقه، خلاص بقى عنده الثبات الانفعالي بتاعه، خلاص اتظبط كده، ما بقاش عنده مشكله في الحته دي، بقى واقف على رجليه يعني بلغه الكوره. فان شاء الله ربنا بس يكرمه ويكملها على خير كده، وما يتعرضش لاي حاجه ان شاء الله. احسن لاعب بقى في الثلاث ماتشات اللي فاتوا وجهه نظري تريزيجيه. لا تريزيجيه يعني هو متحرك، هو زي يعني محمد صلاح طبعا ما فيش جدال عليه، لا اخي لا لكن يعني لا خلاف عليه، ولكن لا تريزيجيه لما بيشتغل لا يعني بيدي روح للفريق، زي ما بيقولوا بلغه الكوره بيسخن كل اللي حواليه، خلاص هو اللي بيحركهم كلهم، كله اللي حواليه بيسخن. لما بتلاقي الريتم بتاعه هدي شويه بتلاقي الماتش هدي، فانا شايف ان تريزيجيه حاله وحاله كويسه جدا، وانا اتهيالي ان شاء الله ربنا هيكرمه بحاجه كويسه قوي بعد الدوره دي. شرفتوني ونورتوني، وللاسف وقت الحلقه عدى بسرعه، بس احنا لينا حلقات تانية كتير هنتكلم عن تاني بطوله افريقيا ومنتخب مصر، وبرده هنقول النتيجه، يعني احنا راضيين بالنتيجه بس احنا عايزين اداء احسن يعني. ولا يا كابتن اسامه يعني ما ينفعش كده شكلنا قدام الناس يعني، حتى ان شاء الله باذن الله في خير باذن الله يا رب ان شاء الله. بشكرك مهندس احمد حموده نائب رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، شرفتني ونورتني. بشكرك كابتن اسامه يوسف رئيس قطاع الناشئين بنادي 6 اكتوبر، شرفتنا ونورتنا، وللحديث بقيه في حلقات ثانيه ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا، بشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، بشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله.